أنا نفسي أكون صياد. أنا انولدت بالبحر والبحر بحبه والبحر بحبني، وأصير صياد وأصيد وأكون منيح في البحر، وأصير لما أكبر وأصير إلي مركب وأقعد أتصيد مع قرايبي، أصير يونسوني، أصير أروح مع قرايبي وأتصايد. أنا أبوي كان طيب. والدي كان رايح يسعف شخص كان مقصوف، فراح وفي الوقت اللي راح فيه خبطوا قصفوا عيله من 7 أنفار، وحمل العيلتين النفر والعيله، فقصفوا السياره صاروخين زنانه لدرجه انه الاشخاص اللي كان فيها ال 12 كلهم استشهدوا، وسياره الاسعاف انحرقت كلها. وما يعني احنا خايفين نخش الارض عشان في صواريخ لسه مش مفجوره، وفي مفجوره وخايفين نخش يتفجر فينا. اصير مهندس زراعه. انا نفسي اعيش اروح على المدرسه فيش ولا فيش خوف، زي فيش قنابل زي الناس التانية، بضربوش دارنا، يصير هدوء وأعيش زي أطفال تاني، زي ما عايشين أطفال تاني. ثلاث شهور من يوم ما قصفتنا لسه الحال ما صار شي، مش قادرين نعمر بيتنا ولا معانا فلوس، واليهود مش راضيين يخلونا نمرق مواد بنات. خطني تهان لحظة يكون في مدفع التلاتة وضرت جا علينا، هم أوضة خلنا ننام فيها احنا واخوات، وهم صالون وهنا خمط. احنا واخواتنا على الصبح كنا نلعب كل يوم الصبح، انا عاملين مرجيحة وكل يوم بنلعب. وابوي مش قبل البحر، وقف البحر قبل فن البحر 600 فيش في سنة. احنا عايشين ولا عيشة زي القرى، برا وبحرا وكله مسكر. انا هذا طفل زي الاطفال، احنا مش عيشة ولا حق لاقيين ناكل شاي وقهوة، لازم نجلس عشان اشتغل اصرف على الدار شوي، ولا خلي لاصحابي ولا خلي لحد، اقول زي ما تعلم انا بقلب الدار ولا بلعب ولا بعمل شيء. انا نفسي اطلع مقاوم اجيب حق ولاد عمي. أنا نفسي لما أكبر أكون صياد زي أبويا. أنا نفسي أكون زي أطفال العالم ولا أحس بخوف.